الزميل إبراهيم عزت مراسل أكسترا نيوز أجرى لنا هذا اللقاء من داخل هيئة الأرصاد مع الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ونتابع في خدماتنا الإخبارية في صباح هذا اليوم حالة الطقس وحالة عدم الاستقرار في درجات الحرارة التي تعرضت لها البلاد بداية من الأمس، وإلى متى ستنتهي هذه الموجة. نحن نتحدث إلى حضراتكم ونحن في فصل الخريف، بحلول يوم الثلاثاء القادم سيحل فصل الشتاء رسميا، فكل هذه الأجواء ما زلنا في فصل الخريف. دعونا أن نتحدث بصورة أكثر تفصيلية عن هذه الموجة، ولكن بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي في هذا البث، الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور برحب بحضرتك بداية على شاشة إكسترا نيوز، الساعة قاربت يعني تخطط 3 مساء، الأقمار الصناعية ماذا تقول لحضراتكم في هذه الساعات المسائية من هذا اليوم؟ أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بكل السادة المشاهدين في غرفة تنبؤات الإنذار المبكر بمخاطر الطقس. إحنا خلال الساعات القادمة ممكن من خلال صور الأقمار الصناعية الموضحة أمامكم الآن وجود السحب على السواحل الشمالية الغربية للبلاد. السحب دي بيصاحبها سقوط أمطار، الأمطار دي هتبقى مع الساعات القادمة أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا. الأمطار هتبدأ تتقدم لباقي السواحل الشمالية للبلاد، أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية، وهيصاحبها تساقط لبعض حبات البرد. كمان الأمطار دي مع ساعات الليل هتبدأ تمتد للقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وأيضا كمان محافظات شمال الصعيد. الأمطار هتبدأ أمطار خفيفة لمتوسطة ورعدية على القاهرة الكبرى، مع تقدم ساعات الليل وحتى صباح غدا الأمطار هتكون متوسطة على القاهرة الكبرى وكمان هتكون رعدية، لكن الأمطار اللي على السواحل الشمالية للبلاد هتظل أمطار من متوسطة إلى غزيرة ومصاحبة بحبات البرد. هذه الصور من الأقمار الصناعية هل بتحدد المحافظات التي ستشهد ربما غزيرة عنها عن المحافظات التي ستشهد أمطار قليلة إلى متوسطة؟ احنا بالفعل من خلال الخرائط دي بتوضح، دي خرائط الأمطار اللي بتوضح غزارة الأمطار موجودة فين. لو احنا شايفين ان السحب اللي موجودة او الأمطار او شدة الأمطار الموجودة باللون الأصفر دي بتقول ان احنا عندنا السحب او عندنا أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، وتحديدا أمطار متوسطة الغزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية للبلاد. كمان الأمطار لو احنا شفنا باللون اللبني او اللون الاخضر دي يعني كميات الامطار بتقل كل ما امتددنا جنوبا، يعني على القاهره الكبرى وشمال الصعيد. طبعا احنا بنقول المناطق اللي اللون الازرق هو الاقل حديه عنه، عن اللون الاصفر هي الاكثر حديه بالنسبه لل كده. اللون الاصفر الاخضر، بعدين كل ما بنتجه جنوبا اللون الاخضر اقل، فاللون الازرق او اللون اللبني هو اقل. القاهره ضمن المحافظات التي ستشهد امطار خفيفه الى متوسطه، اليس كذلك؟ اليوم هتكون خفيفه لمتوسطه، هتكون في ساعات الليل مع تقدم ساعات الليل وبدايات صباح يوم الاثنين الامطار دي هتزيد كميتها كمان، وتبقى امطار متوسطه ورعديه على القاهره الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد. متى ستصل الذروه؟ بنتحدث في ساعات يعني صباح اليوم التالي ذروه هذه الموجه، هل ستنتهي غدا ام ستكمل على مدار الايام القادمه؟ طب خلينا نقول ان احنا حاليا الساعه الثالثه بنشهد يعني نشاط للرياح. نشاط الرياح ده مثير للرمال والاتربه، لان احنا بنتاثر بكتل هوائيه جنوبيه غربيه. مع تقدم ساعات المساء هنبدا نتاثر بكتل هوائيه شماليه غربيه. الكتل الشماليه الغربيه دي هتبدا كتل رطبه من على البحر المتوسط، هتبدا معاها كميات الامطار هتزيد، هتبدا كمان درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ، هتبدا الامطار تسقط على القاهره الكبرى. ذروه الحاله هي بتبقى من ظهر اليوم، ان احنا خلاص بدانا ندخل في ذروة الحالة، وهتستمر معنا إلى ظهر غدا بإذن الله. الأمطار هتبقى تفضل موجودة معنا، كمان نشاط الرياح هيفضل موجود، لكن نشاط الرياح غدا هيكون أقل من اللي احنا بنشهده اليوم. كمان الأتربة اللي هتبقى موجود معاها هتبقى أقل من اللي احنا بنشهدها اليوم. فذروة حالة عدم الاستقرار من ظهر اليوم اللي احنا بدأنا بالفعل فيها، وهتستمر إلى مساء غدا. هنبدأ من مساء غدا الاثنين نشعر بتحسن نسبي في الأحوال الجوية، مع يوم الثلاثاء القادم نبدأ نشعر بالتحسن في الأحوال الجوية، تحسن
تحسن تام. فرص الامطار هتبدا تنحصر على السواحل الشماليه للبلاد وشمال الدلتا، وكمان كميات الامطار طبعا هتقل، هتبقى امطار خفيفه لمتوسطه. كمان نشاط الرياح هيبدا يعتدل على المناطق الموجوده في الجمهوريه. كمان يبقى احنا كنا نشاط الرياح اليوم هيزود الاحساس ببروده الطقس اليوم وغدا، مع يوم الثلاثاء مش هيبقى في نشاط رياح غير على السواحل الشماليه، نشاط رياح معتدين عليه. هتبدا كمان الشبوره المائيه في الظهور في الصباح الباكر وفي الساعات المتاخره. دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا. اذن مشاهدينا الكرام، الشكر موصول ايضا لحضراتكم على المتابعه. اذن بحلول ظهر غدا ان شاء الله ستعاود درجات الحراره في الاستقرار مره اخرى، وسنشعر بالاستقرار على ان تكون ذروه هذه الموجه من ظهر هذا اليوم وفي الساعات الليليه والاولى من صباح الغد باذن الله. شكرا جزيلا لحضراتكم على المتابعه، والان مره اخرى الكلمه الى الزملاء في الاستوديو.